السلام عليكم الحدقات. بزاف المرات منين كنحيروا اشنو غادي نوجدوا في الماكله كنديروا ساندويتش. اليوم غنقترح عليكم وصفه فريده من نوعها اللي كتجمع ما بين الكيك والساندويتش. عندي لك جوج حوايج، شهيوه سهله وفرصه لربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي شاركي وبارطاجي باش تحاولي تربحي وتقدري تكوني انت هي طوب حدقه الفائزه لهذا الاسبوع. حنا كنعرفوا ان الساندويتش هو اكله فرديه، ولكن حنا ثقافتنا ثقافه تقاسم واشتراك، لذلك وصفتنا اليوم كروكيك كتجي على شكل ساندويتش اللي الاسره كامله غادي تقتسمه. باش نوجدوا هذا الشهيوه غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الكفته، معلقه كبيره ديال مطيشة الحك، جوج خزوات صغار مقطعين مربعات، جوج قرعات صغار مقطعين مربعات، بصلة مشلطة، نصف فلفلة حمراء ونصف فلفلة صفراء مقطعين مربعات، عريش ديال الكرافس، جوج دروس ديال التومة محكوكة، نصف كيلو ديال المطيشة محكوكة، 14 شريحة ديال خبز ساندويتش، زيت الزيتون، 50 غرام فرماج محكوك، ملح، إبزار، ورقة سيدنا موسى، نصف لتر حليب، مستحضر صلصة بشاميل فرماج دامتي. ونخليكم مع ملخص المقادير على الشاشة. ندوزو للتحضير. ناخدو مقلة نديرو فيها زيت الزيتون، ثومة، البصلة، القرعة خضراء، الخزو والفلفلات. مع شوية الملح والإبزار. ونخليهم يتشحروا. نزيدوا الكفتة. ونكملوا التشحر ديالهم على عافية متوسطة حتى تبان لنا الكفتة طابت. عاد نضيفوا عليهم مطيشة محكوكة ومطيشة الحك ورقة سيدنا موسى والكرفس. منين طيب لنا لاصوص نحيدوا الكرفس وورقة سيدنا موسى ونديروا لاصوص في إناء. نستغلوا مذاق الصلصه اللي وجدنا غادي نستعملوا نفس المقله اللي طيبنا فيها لتحضير صلصه البشاميل. نخويو فيها الحليب بارد، نضيفوا عليه مستحضر بشاميل فرماج دامتي، نخلطوا مزيان بالطراب اليدوي ونديروها على عافيه مهيله وما نساوش نبقاو نحركوها باستمرار. ملي تبان لينا بدات كتختار غادي نطفيو عليها ونخلوها جانبا. دابا ناخذ خبز ساندويتشات نقطعوا ليه الجناب ديالو بهذه الطريقه ونحتفظوا به. باش كروكيك ديالنا يجي مقرمش مزيان من الفوق غادي نطحنوا الجوانب ديال الخبز اللي بقاو لينا وغادي نخلطوهم مع الفرماج باش كيعطيونا قرمشه اكثر. دابا غادي ناخذ مول ديال الكيكه على هذا الشكل ونلبسوه ورق الفرن. غادي نديرو فيه جوج معالق كبار ديال لاصوص بيشاميل، غادي نفرشو طبقه ديال شرائح الخبز ونقسمو لاصوص ديال مطيشه على ثلاثه. غادي نفرشو الطبقه الاولى منها نديرو فوقها شوية البيشاميل ونغطيو بشرائح الخبز. غادي نبقاو نعاودو نفس العملية حتى نكملو جميع الطبقات ونساليو طبقة ديال شرائح الخبز. ومع
من فوق غادي نديروا لا بيشاميل وغادي نوزعوا الفرماج اللي سبق لينا وخلطناه بقايا الخبز. غادي ندخلوا على الفران على 180 درجه تقريبا لمده 25 دقيقه او حتى يبان لينا ان الفوق ديال الكروكيك ديالنا تحمر. ها هو الكروكيك ديالنا، بعد ما خرجناه من الفران نخليه حتى يبرد مزيان عاد نخرجوه من المول بهذا الشكل. نقطعوا الكروكيك ديالنا بهذا الشكل ونزينوه بالسيبولات ونقدموه بهذه الطريقه اللي كتجمع ما بين الكيكه والساندويتش. وبصحه والراحه. نرجعوا للمسابقه ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهديه ديال هذا الاسبوع جاوبوا على السؤال اللي في الرابط على الفيديو. معاش خلطنا جوانب باندومي، خلطناهم مع الشابلور، خلطناهم مع الدقيق، او خلطناهم مع الفرماج. كنتمنى نكونوا خفافين عليكم وتطبقوا الوصفات اللي كنشارككم. ما تنسوش انه اشياء بسيطه يمكن لكم تدخلوا الفرحه على قلوب الناس اللي دايرين بيكم. وما تنسوش تزوروا موقع قناتكم توب حدقه وتتابعونا على فيسبوك انستغرام ويوتيوب.